باش نحكيو على صولات وجولات رئيس الجمهورية قيس سعيد بعد معناتها الفوز في الانتخابات الرئاسية والعهدة الجديدة نتاعو. إذا رئيس الجمهورية يتوجه إلى وسط العاصمة، معناتها إعادة تقدم أشغال، إعادة تهيئة دار الثقافة ابن خلدون، أيضا يتحول إلى ساحتي برشلونة والمنجي باري، ويأذن بإعادة التهيئة نتاعهم مثل ساحة باستور. انت شنو رايك؟ هل انه الصولات والجولات هذه تعنيك بتاع رئيس الجمهوريه هل هي مؤشرات ايجابيه، معناتها نقولوا انه سي بون ثم تونس جديده، وخاصه نحكيوا على المشاريع اللي كانت معناتها راقده ومهمله وما فماش معناتها التنفيذ نتاعها؟ اولا بسم الله الرحمن الرحيم، رئيس الدوله هذايا اسمه تاخذوه سيت سامبول قليل وجوده لن يتكرر، وعنده شيء يعمل فيه اللي ما يعملوا حتى حد. تعبت عليه، قال إني زاهد في الدنيا ولست زاهد في حق الشعب أولا، ثانيا والله ربي جعل خليفته في الأرض. عب 3 سنين الشعب جيعان، حرمان، اضطهاد، تخبية، وقعدوا يحبوا علاش؟ هذيك حكمة الرحمن، هو زادوه إنكار وربي زادوا محبة عند الشعب. توا باش نجي ولا السيد الرئيس، السيد الرئيس أعطى أمثلة عديدة، يعطي كلمة ويتبع، يعطي شفاهي وكتابي، شفاهي وكتابي. توا مثلا ثم حاجات مشى لهم عرفهم اللي مستحيل، كيما تاع البي سي نتاع البلدان، عرفوا اللي هو في دين ناس مجرمة كبار نتاع اقتصاد، فكوا له مشى أعطاه للجيش، لأن الجيش امبيرسونابل. أنت حتى السبيطار وشوف السبيطار الجيش الوحيد رابح بعمرهم كان خاص الكاس ما تاخذ. علاش المشاريع يوقفوا فيهم؟ المشاريع يوقفوا فيهم لانهم ناس عندهم مصالح. سبيطار تاع قروان وقفوه 5 مرات يقف عليه، لانهم عندهم بوليكلينيك سيميلينيك، وعندهم الطب تعطي بالفلوس، النقابات تعطي بالفلوس نتاع باش يرقدوا باش الشعب اللي عنده فلوس يعيش واللي ما عندهوش يموت، يسخبوا الحياه وعندهم لكن هي عند ربي الحياه. أسقالة طوى تاع قروان فلوسها مدفوعة 3 مرات، لجنة وسسمة وعملة استشارة اي وين ما تسمع كان مامو الفلوس هزر. الشاهد الشيخ ربي حقنا فيه إلى يوم الدين، نحن 1% نحن رترتين وهزم حتى مكتوب وهرب. أسمع مسؤول سامي لدى اتحاد ربي قال دميل depuis 2011 jusqu'à 2021 et la sortie de la Tunisie 250 000 milliards خرجوا تاع تونس كلهم هاك شوف فيهم ناخذ مهرب 5 ملايين 5 ألاف مليار ما عادش يهرب مليار بالالاف مليارات يهرب. انا ولد الباجي 5000 ناخذ قالوا الشاهد 6000 النهضه يقولوا 17000 ناخذ كلهم الالاف. انت كون جا واحد تعرف تونس قد شاربين منها مسؤولين برك مسؤولين 10000 مسؤولين ثم واحد سارق يسرق ما يهربش تو عيطوا له قولوا له كل سنه نعطيكم 200 ترجعوا اما كلهم سارقين الالاف وزيد نعطيك ما اشب تونس كلهم اللي هربوا دوما حد ساقوا خذا جنسيه ما تعطاش اللي يجي دبي هذيك هي دبي ما تجيبش فلوس زرقاء حمراء كحلة ما يهمهمش تجيب لهم مليارات تاخذ جنسيه هكاك هما اوروبا وعلاش يعملوها هذيك عملوها ديريكت بالبيك باش التونسي ما عادش عنده حق لجل وما عادش عنده حق استرجاع الفلوس. قال شنو هذاك انجليزي وفرقوا هنا ما جنسيات ما عطاهمش فرد بلاد انجليزي امريكي وكذا وعطاهم مناصب اللي عطاهم مناصب باش يكملوا تلفوا كما شاهد عطاوه يقري في امريكا كيف اللي امريكا واقفه على خاطره هو باش يعطي باش يعطي باهي يمكن راهو يخدم غادي يبيع في القهوة، معليش قال وكب كلي، هذه تونس راهي ربي وسبحانه معاها، أنت تو شوف أنت هاو نعطيك مثال بسيط، إن شاء الله يطلع الرئيس اسمع فيا، الخرب الموجودة وراء وزارة الدفاع، حتى التجيام، حتى المصبي، الرجال كانت مرقدة عليها لتوا مرقدين عليها، خرب، كانت إدارة، كانت مندوبية، كانت شنو، وش يعملوا هذوما؟ يرقدوهم ويمشي يكريو. مش هو كالبتيجي ياخذ من الكلاه هذاك واذا كان بصعد يطلع هو ملاك فيه يكير لا دولاب كبير دولاب
ملك قالوا دولة عميقة يكذبوا كمال الطيف سوريا كان هو يعطي وزراء يعيطوا له كل يوم زين يقول له الزين وما أدراك وقوة الزين كان يخاف منه لأنه عنده ثلاث جنسيات ما يمس أنتو شاب ولا الزين ما يعرف عنده دار يجيب فيها المحاف هو يقول أعطيني فلان أعطيني فلان والزين عامل دولة في القصر الأخين هكا أني بزين ما أنت رئيس الجمهورية قيس سعيد لا يشبههم وهوش كيفهم؟ شيء ما بعد اسمع لوتا هذا رجل ما يحبش الحرام هو أصلا ما يكونش الحرام قال إني زاهد في الدنيا ولست زاهد في حق الشعب هاك تشوف فيه يعيش نورمال يعيش حياته كذا وعلاش قال والله ولو على جثتي لأنه طاهر يقولك حتى يقتلني يموت شهيد ثلاث مرات مرة زائر وزوز في تونس منعوهم من اغتيالات زعما هو قوي لا ربي معاه ربي ونجا والشعب هكا شفتوا زاد حبوا قلت انه الشعب صبر مع رئيس الجمهورية قيس سعيد خاصة نحكيو على ثلاث سنوات منذ الاجراءات اللي اعلن عليها ومنذ مسار 25 جويلية اليوم جزء من الشعب التونسي يقول لك الخمس سنوات القادمين على رئيس الجمهورية انه يبدا في تنفيذ المطالب نتاعنا خاصة فيما يتعلق بالقفة والمعيشه يقول لك ساي ما عادش نجم نصبر وما عادش نستنوا معناتها حان الوقت ساي هو تو رئيس الدوله تو كان قبل عنده اشياء ابجد من الاشياء باش نعطيك انت مثال بسيط هو ذا انا احنا عارفينه الاجرام في تونس شكون السبب تاعه سبب الكبارات تو شد 205 هذو 205 باش يجيبوا 5000 1000% باش يجيبوا 5000 واحد وهذوما ال 5000 اللي باش يجيو قتلوا الشعب كامل صغيرات حرابش واحد كل شيء لسك وش ولات الناس كلهم راهو ولات نسات تبيع في الحرابش وتبيع في الهم في الهم والبين اللي كانت امراه كي تابوليس تخاف معناتها ناس قرشوا قايد على الجوع جوعنا قايد على الجوع وفقروا بخصاصه هاك الكلام الكلام تاع الكبارات وهما بيتهم الكبارات هذوك الكبارات يجيبوا في السلعه ما هو نزل هكا هو شكون يعني تم استهداف للدوله وللشباب خاصه بالسموم اكيد هذية اكيد حتى من الخارج حتى من الخارج الميوعه تو نحن كان قبل طفل تقعد 5 سنين ما تخوش كان الطفل يقعد 40 سنه ما يخوش كي لقى بسبب الظروف لا ظروف لقى شيء مسيب قدامه فاش قام نعمل في دار نعمل في صغيرات والمراه الراجل يحب الفساد هذا نفسد معاه كان لقيت واحد قابط او ناخذ ما لقيتش مش على روح يعني ضربوا حتى المنظومه الاخلاقيه والمبادئ والعادات والتقاليد ها والبارح برك خرج قرار بارح تيك توك ولا يمكن ناس تصور في مرته عريانه شو هذا هبال ولا شنو خطيبتي انا حر شو خطيبتك انا حر وانت يا خطيبه ترضى اخوك وعمك ولا عمك يتفرجوا فيك عريانه فهمتي داخل ولاو بتنوم يعملوها قرشوها يلبس في السوريتش ولا انت يلزم هذا يعني هذا تحرك ايجابي من قبل وزاره العدل هذوما حاجتين مش اخلاق وثم يجي التصرف بعد تو باش يجي مازال لكن مجرمه صغيرات اللي براكاج باش يتنحاو تعرفش عليه اخويا حلبوشي ما لقيتش تزيد باش نراكي هذو كل باش يتنحاو وبعد خويا الادارات اللي ظهروا تو صف تو جاب واحد تاع اداري باش ما ينجمش من هنا حتى ما قدان يبدل كل بتيجيات كل ومش كلهم فساد فيهم اللي يحب يخدم هاك اعطاهم اعاده اللي يحب يخدم يقعد سمعتوها ولا اللي يحب يخدم يقعد واللي ما يحبش يسامحنا ما يسدوش بالسيف تفهمنا اما السرقه انتهت تعرفش عليها اذا الجميع يعديها مره كذا شويه لكن مش يتشد مع عدو الناس مش يتشدوا كلهم وتحول تونس بحولها انت بحولها انا عمري 71 سنه بحول لها تونس باش تولي خير لانه انا وقت الضرب على القاعده اذا كان قاعده نظيفه ما تخافش فهمتي كانت تحب تخدم مرحبا ما تحبش تلقى الخير والسلام وبحول لها تونس باش تحصل والايام بيننا